يتوزعون على 4 دول، هي إيران والعراق وسوريا وتركيا. يحلمون منذ عقود بجمع شتاتهم تحت علم دولة واحدة. هم الأكراد، ورثة المحاض العسير للربيع العربي. يقترب منهم الأمريكيون فيظن أن روسيا ستبتعد، وما أن تبتعد الأخيرة قليلاً حتى تعاود التقرب من الأكراد. البعض يصفهم بحصان المنطقة الرابح، آخرون يقولون إن مشروعهم ككعب أخيل. في هذه الحلقة من جدل نطرح المسألة الكردية، هل مشروع الدولة الكردية مطلب مشروع أم استغلال للظروف؟ أهلا بكم. لم يأبه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني لأي من التحذيرات الإقليمية والدعوات الدولية وتهديدات الحكومة الاتحادية في بغداد، وأصر على إجراء الاستفتاء حول حق تقرير مصير الإقليم في 25 من أيلول سبتمبر 2017. صوت 92% لصالح الانفصال أو الاستقلال. إنه حلم الدولة التاريخي، فهل يؤسس الاستفتاء لإقامة دولة كردية تمتلك مقومات دولة المؤسسات؟ وهل سيحل الاستقلال أو الانفصال المسألة الكردية؟ يشاركني في هذه الحلقة دكتور إبراهيم صادق ملازادة، دكتور في علم الاجتماع في جامعة صوران. أهلا بك دكتور. أشكرك. الرأي الذي يرفض إقامة دولة كردية يمثله كل من دكتور حمدي ملك، باحث في الشأن العراقي في جامعة كيل، علي الحسني، طالب دراسات عليا في جامعة أوكسفورد بروكس، ودكتور نورس ماهر، طبيبة وناشطة في المجتمع المدني. أما الرأي الذي يؤيد إقامة دولة كردية فيمثله كل من دكتور زارا صالح، كاتب ومحلل سياسي كردي، علي الحاج، إعلامي سوري، وإبراهيم عثمان، طالب دراسات عليا في جامعة لندن. أهلا بكم جميعا. دكتور إبراهيم، بداية، ما مفهوم الأمة الكردية ومتى ظهرت كردستان كمصطلح جغرافي؟ شكرا جزيلا، شكرا للمستمعين. طبعاً البداية التي ظهر فيها مصطلح كردو وكاردا إلى المصادر السومرية، وبعض المؤرخين يرجعون السومريون إلى أسلاف الكرد، ولكن المصادر المعتبرة الأخرى تعتبر الميديون أو الإمبراطورية الميدية هم أسلاف الكرد الحقيقيون، والذين كانوا يسيطرون على المنطقة التي الآن هم هي العراق وإيران وأفغانستان وجزء من تركيا إلى حدود يونان والأردن الحالية وسوريا إلى تقريبا لبنان. هذه المناطق يعني كانت تسيطر عليه الميديون. طبعا اللغة الكردية لغة فرع من فروع اللغات الهندو-أوروبية، والشعب الكردي شارك في التاريخ بشكل نشط. أول ظهور لهم يرجع إلى في التاريخ الإسلامي يرجع إلى الجابان الكردي الذي هاجر من كردستان إلى مكة وآمن بالرسول، وعنده تاريخ واضح ولكن لم يكون مشهوراً بشكل المطلوب مثل سلمان الفارسي أو الآخرين. وأيضاً مثلاً من الشخصيات المشهورة هم المسلم أبو مسلم الخراساني الذي يعتبر المؤسس للدولة العباسية ومن ثم قتل. وطبعاً الجميع العرب يعرفون اسم صلاح الدين الأيوبي، والذي شارك في تحرير القدس وأسس الدولة الأيوبية في ذلك الوقت. طيب دكتور، شكرا لك، يعني قدمت لنا لمحة تاريخية موجزة لتاريخ الأكراد، وأنتقل إلى
دكتور حمدي، يعني كما ذكر دكتور إبراهيم هناك خطأ تاريخي، والاستفتاء جاء لتصحيح مسار هذا الخطأ الذي ممكن أن يمكن يكون حديثا عبر اتفاقية سايكس-بيكو التي لم تقدم للأكراد دولة الوعد بها. ماذا تقول في ذلك؟ الشعب الكردي عانى من الإبادة الجماعية، عانى من القصف الكيماوي، عانى من الضغط على الثقافة ومحاولات محو الثقافة الكردية، لا شك في ذلك يعني. ورغم كل هذه الضغوط ورغم كل هذه المظالم، يعني الشعب الكردي شعب حي وله خصوصية، له ثقافة جميلة برقص الجميل الكردي واللغة الكردية والأشعار الكردية و يعني زي الكردي المعروف والزاهي بألوان زاهية وإلى آخره، وأيضا قدم الكثير من الأكاديميين في العالم، وأنا شخصيا أعرف كثير من الأكاديميين الكرد الذين يعني يقدمون الكثير من الأمور للحضارة الحقيقة العالمية بشكل عام. إذن لماذا تعارض قيام دولة كردية؟ يعني هذه قضية أخرى طبعا، عدة أمور. طبعا نبدأ من الاستفتاء كآلية للوصول إلى حل المشاكل. يعني نعم. حصلت يعني هذه الفترة التاريخية حصلت في فترة الاستعمار. الآن نريد أن نحل هذه القضية، هل نلجأ إلى الاستفتاء؟ الاستفتاء كآلية ل يعني الإدلاء بالصوت، آلية حقيقة يعني غير مكتملة وفيها كثير من المشاكل. وحتى في بريطانيا الآن اللي هي يعني معروفة بأم الديمقراطيات، كثير من السياسيون يعني يعتقدون أنه الاستفتاء ليس الطريق الصحيح لحل المشاكل، لأنه هو حقيقة يخلق مشاكل. كما يعني رأينا مثلا في استفتاء استقلال اسكتلندا، ويعني كثير من الاستقطابات حصلت. والآن أيضا في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي نرى أن الوضع يعني غير واضح حقيقة، رغم أن بريطانيا دولة مستقرة ودولة ديمقراطية، وعلى سبيل المثال حدود اسكتلند واضحة كانت ولحد الآن هي واضحة، واسكتلند لديها خيار. إذن الاعتراض على أو المآخذ على آلية الاستفتاء، وطبعا كثير من المآخذ. نعم، سنتحدث عن المآخذ الأخرى، ولكن بداية المآخذ الأساسي على الآلية. يعني الاستفتاء مثلا على سبيل المثال لا يحل مشكلة كركوك. يعني هناك ناس، هناك مواطنون تركمان وعرب وآشوريين يعني يعارضون هذه القضية بشدة ولا يريدون أن يكونوا جزء من الدولة الكردية. كيف تحل هذه القضية؟ والأكراد يشكلون 25%، يعني ليسوا الأغلبية في كركوك. دكتور زارة، أنت تؤيد قيام دولة كردية، هل بسبب المظالم وربما يمكن القول كان في اغتصاب للهوية الوطنية الكردية؟ بكل تأكيد أنا أؤيد الدولة الكردية، وهذا حلم كل كردي. يعني لن هنا في هذه الحلقة لن ندخل المشاهد في جدل بيزنطي حول مشروعية الحق الكردي، لأنها أمر مسلم به. لكن هناك مسلمات يجب الإقرار بها، وهي أن الكرد يمتلكون كما تفضل الدكتور كل مقومات إقامة دولة. يعني لا أريد الحديث عنها، ولكن ماذا فعلت الدولة المركزية؟ لن أتحدث عن التاريخ القديم، سأتحدث عن الوضع الحالي. يعني لماذا لجأ الكرد للاستفتاء والتوقيت؟ أولا تحدث الأخ عن تجربة اسكتلندا، ماذا فعلت الحكومة المركزية في بريطانيا لكي تقنع الاسكتلنديين أن يتنح يعني لا يصوتوا بلا؟ لم تذهب بالدبابات والبنادق. في كردستان الأكراد كانوا الشركاء الحقيقيين، يعني منذ 1920 عندما صوت الكرد لصالح البقاء ضمن ولاية الموصل مع العراق فضلوها على تركيا. نعم. اليوم أيضا عند 1991 عندما كان الكرد شبه مستقلين، في عام 2003 ذهبوا إلى بغداد لكتابة الدستور. نعم، ألم تعطي الدستور 2005 حقوق للأكراد؟ أعطيه ولكن لم ينفذ. يعني إذا اليوم يعني القومية الكردية هي القومية الثانية في العراق، مكتوب في الدستور واللغة الثانية في العراق. نعم، العرب والكرد، ومع إضافة إلى المكونات الأخرى. فشلت الدولة المركزية في استقطاب الكرد. يعني كيف أنت تقتلني وتحاربني في لقمة عيش في اقتصادي وكل شيء وتطلب مني أن أبقى معك؟ هنا يجب القول بأن
فشل دولة المواطن، الدولة المركزية، الدولة الوطنية بين قوسين في بعد المرحلة القومية. يعني تصور مثلا عام 1920 كانت عصبة الأمم تضم 43 دولة فقط، اليوم 195 دولة. إذن هذا أقرار بأن دولة المواطن أصلا غير موجودة في هذه الدول، كل شيء مختزل. ولكن هذا ينطبق أيضا على مكونات أخرى طبعا في الشعب العراقي. نعم هذا مقرر فيه، تشعر بالغبن طبعاً، وبأنها ليست مشاركة في العملية السياسية طبعاً. وربما يدفع ذلك هذه المكونات إلى أيضا طلب الانفصال، حتى في طلب الانفصال الجنوب وأيضا المناطق الأنبار في نعم الشمال. هذا حق مشروع، يعني هناك أصوات سنية اليوم تطالب بإقليم. لماذا تطلب؟ لأن لا يوجد مفهوم الدولة في العراق حتى تحمي. طيب. لا أحد يضمن حقوق. هذه النقطة المهمة، لا يوجد مفهوم دولة عراقية وطنية. لذلك أسأل نعم علي، يقول دكتور زارة أساسا لا يوجد مفهوم دولة عراقية وطنية، ولم تقدم الحكومة الاتحادية في بغداد أي من البوادر لجذب الأكراد ودفع إلى البقاء ضمن هذه الدولة العراقية الواحدة. ما رأيك خاصة فيما يتعلق بالدستور؟ يعني أساسا الدستور صحيح أنه أعطى الأكراد الحقوق وحتى في تقاسم للثروات النفطية، ولكن هذا لم يفعل. في البرلمان الأخوة الكرد لديهم 56 مقعد، وهذا ما يسمى بالربع المعطل. لا يمر قانون في البرلمان إذا لم يوافق عليه الإخوان الكرد. رئيس الجمهورية هو من الأخوة الكرد، رئيس البرلمان ونائب رئيس الدولة. وإذا كنا نريد أن نكمل القائمة، رئيس أركان الجيش نعم، رئيس أركان الجيش كان كردي، قائد القوة الجوية. الأخوة الكرد لديهم جزء كبير من المشاركة في اتخاذ القرارات. أما بعض فقرات الدستور التي عطلت أو أخرت، يتحدث ربما عن أنه في برلمان لكردستان خاص بهم. لا، أنا أذكر البرلمان العراقي المركزي. البرلمان العراقي سني سليم جمهورنا. فيما إذا ذكرنا الفقرات المعطلة في الدستور، منها فقرة قانون النفط والغاز. هذه الفقرة إذا فعلت المستفيد الأكبر منها هو محافظات الوسط والجنوب. فموضوع تعطيل بعض القرارات في الدستور هو لا يستهدف الأخوة الكرد، هناك بعض المشاكل التي لم يتم التوافق عليها. وموضوع كركوك أيضا، المادة 140 في الدستور العراقي، احنا ليش عندنا مؤاخذات على موضوع الاستفتاء؟ موضوع كركوك هي في الدستور منطقة متنازع عليها، وذكر في الدستور أنه سيجرى استفتاء عام 2007 ولم يجرى هذا الاستفتاء، ظلت منطقة متنازع عليها. إذن هي منطقة متنازع عليها حتى يجرى استفتاء بإشراف الحكومة المركزية أو بإشراف الأمم المتحدة، وهذا ما لم يحدث في الاستفتاء الأخير الذي حدث في كردستان. ولا ما الذي يضمن حيادية الجهة التي أشرفت عليه؟ هل يجوز أن أجري استفتاء أنا الشخص المطالب بقضية وأنا أشرف على هذه القضية؟ إذن هناك شكوك في حيادية هذا الموضوع. نعم. هذه من واحدة من المؤاخذات. نعم. طيب سنعود للحديث مفصلا عن هذه المآخذ. فقط بسرعة. نعم. الدكتور ذكر أنه ماذا قدمت الدولة المركزية ممكن أنه تجاوب، بس أريد أن أسمع أستاذ علي وسأترك لك المجال للإجابة. أستاذ علي تفضل، أنت مع دولة كردية، هل تمتلك هذه الدولة إذا ما تم إنشائها لا نعرف متى مقومات دولة المؤسسات؟ أنا مع إنشاء وإقامة الدولة الوحدة العربية من المحيط للخليج، وهذا مطلب عربي نادى فيه القوميون العرب سواء بعثيون أو ناصريون أو حتى من بعد أيام الاتحاد والترقي بعد السلطنة العثمانية انتهائها. هذا الحق الذي أطالب به لنفسي لا أمنعه عن الكرد، ولما لا يكون عندهم أيضا هم حلم أمنع عنهم حلم تحقيق حتى كردستان الكبرى، حلمنا بالوحدة العربية. حتى اليمن صارت 2 ولبنان 20 وسوريا والعراق لا أدري كم، لم يتحقق هذا. فلماذا نمنع عن الكرد هذا الحلم؟ أنا لا أتحدث عن المسائل الإجرائية الآن بخصوص ماذا يجري مع الحكومة المركزية. نعم. أو شيء من هذا القبيل. أتحدث عن
حق تقرير المصير منذ لنقل بعد الحرب العالمية الأولى بالمبادئ 14 للرئيس ويلسون، تضمنت أعتقد البند 12 فيها كان موضوع حق تقرير مصير الشعوب وفي المستعمرات آنذاك طبعا، وتم ذلك، ومن ضمنها بالاسم تم الحديث عن تركة الرجل المريض كما يسمونه آنذاك أيضا الدولة الإمبراطورية العثمانية. قبل أن أكمل هذا فقط أفتح قوسين وأعلق على كلام الدكتور حمدي قبل قليل بخصوص الاستفتاء فقط، حتى كونه ستعطيه الكلمة يرد ويجمل الجميع. دكتور، البريطانيين أو الإنجليز ما قطعوا الرواتب عن اسكتلندا وقت اللي قرروا الاسكتلنديين أن يجروا استفتاء، ما حصروهم بالإعلام، ما وقفوا الطائرات، ما وقفوا الغاز، ما وقفوا كذا كذا. فللشعب الاسكتلندي إذن الحق في إجراء الاستفتاء دون تدخل خارجي. نحن نتحدث عن هذا الحق من الجانب النظري والتطبيق العملي. أما القضايا التي تخص البريطانيين داخليا أنا لن أتحدث عنها كما هي، مع أنه نحن نعيش في بريطانيا، كما هي الحال في العلاقة بين بغداد وأربيل. طيب أتابع إذن، نغلق القوسين وأتابع في الموضوع حق تقرير المصير. يوغوسلافيا كانت 7 دول، كانت دولة واحدة صارت 7. التشيك حينما كان الرئيس فاتسلاف هافيل، مع أنه أقسم وعلى دستور الدولة الموحدة رفض أن يكون رئيس فقط للتشيك والسلوفاك، حينما انفصلوا هاي الدولتين عن بعض لم ترق قطرة دماء واحدة. الدول البلطية يعني الانفصال ترى أنه ممكن أن يحل المشكلة حل طبيعي في مكانها، ولكن لم يحل مشكلة في مناطق أخرى من العالم مثل جنوب السودان. هل إذا نقول أن الدولة الوطنية أو المدنية، الدولة نحن ليس لدينا دولة مدنية في الشرق ولا دولة مدنية واحدة، لدينا تحكم العشيرة ومن ثم أتت الآن الأسوأ منها الطائفة. عند شكل الاستعمار ترك لدينا تركة من شكل الدولة الدول بوضع إسلاك شائكة بين الدول، قسمها ل 22 مقطع وقال هذه دول، نحن قدسنا هذه الأسلاك الشائكة. وأضرب لك مثال، في قبل شهور العالم كله يعلم أنه عدد من المواطنين السوريين وقعوا بين المغرب والجزائر، 55 مواطن، هؤلاء وقعوا بين الحدود الأسلاك الشائكة المقدسة لهاتين الدولتين، اللي يفترض يكون هذا عرب، قومية عربية، الجزائر والمغرب. إذن الموضوع لا يعود للمواطن العربي في المغرب أو الجزائر، الحاكم يقرر ما يؤمر به. نحن ليس لدينا دولة مدنية، ومن يقول أنه نحن دولة أو ما دولة يؤمر به، وبالتالي أيضا هناك قوى عظمى هي التي تقرر. الأكراد أمروا من قبل جهة معينة. لا أنا لا أقول هذا. إذا كان أنت عم تعمل مقاربة أو مقارنة بين القومية العربية، الدول العربية والقومية الكردية، كمان نفس الوضع بالنسبة لمن يأمر. أنا أقول هذا بالنسبة أمي لماذا الآن؟ كيان الأكراد ليس لديهم كيان، وهم يعني مشتتين بين، خصوصا فيما يخص سوريا والعراق، أستطيع أن أتحدث عن هذا، ربما أجهل بعض الأمور عن الدول الأخرى. الأكراد لا حول لهم ولا قوة في هذه الدول. سنتابع أيضا في القوميون العرب أورثونا كوارث في عندك مشكلة مع القوميين العرب. فقط عبارة واحدة دكتور نورس بخصوص القومية العربية، ممكن بس نسمعهم بعدين سنعود في مسألة القوميين العرب. أريد أن أقول أتمنى ذلك أن تتحقق الوحدة العربية على أيديهم، لكن البعثيين في العراق وسوريا أورثونا دول طائفية. نعم. هل هي مدنية؟ فضل. دكتور نورس، ما يقول أستاذ علي، طالما أنه كان في هناك حق بإنشاء وحدة عربية لم تنجح، أليس من حق الأكراد أيضا أن يشكلوا دولتهم المستقلة؟ بداية أنا سعيدة أن أجتمع على طاولة حوار، لأنه إحنا طالما اجتمعنا على طاولة الحوار إذن نحن بخير يعني، لأنه أنا أؤمن بالحوار، والحوار أفرز نتائج إيجابية خاصة في وضعنا بالعراق، لأنه بسبب الحوار
صاروا البيشمركة يقاتلون مع الجيش العراقي لهزيمة المؤامرات الخارجية. فطالما نحن اليوم هنا نحن بخير. بالنسبة للاستفتاء، احنا مو الهدف انه نقف بوجه حلم. هذا اي مواطن سواء عربي او كردي او من اي مواطن يؤمن بالانسان ما راح يقف عائق امام هذا الحلم او المطلب اللي هو مطلب يعني من سنين. لكن سؤالي مؤاخذاتي هي من شقين. نعم. الشق الاول، هل هذا المطلب مشروع؟ هل هو قانوني ضمن الدستور العراقي اللي كان لكردستان مشاركه فاعله جدا بصياغته؟ وسؤالي الثاني، هل التوقيت مناسب؟ فهو هذا السؤال. بالنسبه للسؤال الاول، ممكن اذا قرانا مراجعه سريعه للدستور العراقي ما راح نطلع بنتيجه انه هو شرعي. وبالنسبه للتوقيت، حاليا كردستان واخواننا في كردستان يمرون بظروف عصيبه جدا. في رايي انا اهم من الاستفتاء، يعني زملائي واصدقائي واخواني من الكرد حاليا يموتون جوعا بسبب الرواتب وبسبب المشاكل الداخليه. قد اذا ترينا ان الاستفتاء غير شرعي وايضا استغلال لظروف ربما الاقليميه والدوليه. برايي حاليا المفروض يكون سلم من الاولويات. نعم. للحكومه المحليه في كردستان. هناك مشاكل داخليه صراحة لا أقتنع بأن تكون في مشكلة بين الإقليم، رئاسة الإقليم وحتى قوات البشمركة وحتى بين صفوف الأكراد أنفسهم. وما يعني صراحة غير مقنع أن تكون الدولة المركزية هي السبب، يعني هي شماعة التعليق لهذه المشاكل. أكو مشاكل داخلية حقيقية. نعم. داخل كردستان. وصراحة ما يعني أتمنى أن أسمع من الأخوة الكرد. طبعاً يا ريت أنه يقنعوني هذه الإجابات على تساؤلتك كلها بسبب الحكومة المركزية أو أكو مشكلة حقيقية في كردستان. إبراهيم تفضل. من المآخذ أيضاً على الاستفتاء الدعم الإسرائيلي، يعني إسرائيل هي الدولة الوحيدة. طبعاً هناك دول أيضاً تدعم هذا الاستفتاء أو دعمت هذا الاستفتاء، لكن إسرائيل دعمته بالعلن وكان رفعت الأعلام الإسرائيلية في شوارع كردستان. أولا موضوع الدعم الإسرائيلي للاستفتاء، أنا بتصوري فقط دعاية إعلامية لا غير. أليس من مصلحة إسرائيل قيام دولة كردية، دولة عرقية؟ على المدى البعيد، على المدى البعيد. بس الكل متفقون إذا إسرائيل بدها تقيم دولة كردية، اللوبي الإسرائيلي الموجود بأمريكا والموجود بأوروبا بإمكانه بين ليلة وضحاها أن يجعل الرأي العام يكون متوافقا مع إقامة الدولة الكردية، ولن يكون هناك قوة تستطيع أن تقف بوجه ذلك. نعم، إعلاميا نتنياهو أعلن أنه هو مع قيام الدولة الكردية، بس اللوبي الإسرائيلي الموجود بجميع أنحاء العالم لا يحرك ساكناً لدعم تلك الدولة. هي أولاً. أنا بتصوري إعلان نتنياهو بدعمه لقيام الدولة الكردية أضر قيام الدولة الكردية أكثر من الاستفادة. هي أولاً. موضوع الاسطوانة التي يتم تكرارها أن الإسرائيليين يدعمون الأكراد، أن الإسرائيل، نعم هناك مصالح استراتيجية في جميع منطقة الشرق الأوسط. الإسرائيليين جلسوا مع أنور السادات بكامب ديفيد وعملوا اتفاق السلام. الإسرائيليين يجلسون يوميا مع السلطة الفلسطينية ويتحاورون على إقامة الدولة الفلسطينية. الإسرائيليين سفارتهم موجودة بالأردن وبجميع أنحاء المنطقة. إسرائيل رغم كرة العرب لها هي كيان قائم في الشرق الأوسط، ويجب التعامل معها على هذا الأساس. لا أحد يستطيع أن ينكر هذا الموضوع. أما موضوع أنه دعم إسرائيل لقيام دولة كردية يكون السبب في إلغاء مشروعية قيام الدولة الكردية، هذه هي العقلية. هذه هي السبب، ولكن نتحدث هنا عن تبعات الاستفتاء للوصول إلى دولة كردية، تبعات ذلك على المنطقة بأكملها. لذلك دكتور إبراهيم، يعني العلاقات الكردية الإسرائيلية ليست
يعني علاقات ليست بجديدة يعني منذ عقود. وبالتالي يعني ما تحدث عنه إبراهيم إنه أساساً ما المشكلة في وجود علاقات وثيقة بين كردستان وبين إسرائيل؟ طبعاً أنا عندي بعض النقاط الأخرى أيضاً، ولكن للإجابة على هذه الأسئلة، طبعاً كما نعلم هناك دول عربية أيضاً ترفع راية إسرائيل على سفاراتها في هذه الدول. يعني العلاقة الكردية الإسرائيلية في اتفاقية سلام. نعم بالتأكيد العلاقة الإسرائيلية الكردية أيضاً تركيا طبعاً من أحد الدول دولة حليفة أصلاً لإسرائيل، والتي الآن طبعاً تعارض مسألة الاستفتاء. طبعاً لا تنكر أنه كان هناك علاقة بين إسرائيل والحركة السياسية الكردية في منذ الخمسينات وإلى الستينات، وخاصة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني كان هناك وفود يعني تأتي وتذهب. طبعاً كلما أخنقت الحركة الكردية كلما كانت طبعا تحاول ان تفتح ملاذا لكي تستطيع ان تعيش. هذه مرت بصعود وهبوط هذه المسائل، ولكن ليست هناك علاقة رسمية. يعني الدولة الإسرائيلية لم ارى واسمع انه هناك علاقة رسمية من الدولة الإسرائيلية او الدولة الإسرائيلية بشكل رسمي ومؤسساتي دعمت القضية الكردية بالسلاح أو الأموال، أو كانت مخابراتية أو مثلا نوع من الخبرة إلى هذه المسائل في الماضي. والآن كما صرح به الأخ يبدو بعض الكرد نتيجة يعني طبعا هناك متطرفين في كل المكونات علموا رفعوا علم إسرائيلي. طبعا أريد نقطة مهمة أؤشر إليه. في بداية الدولة العراقية، الدولة العراقية شكلت في 1920 وألحقت به ولاية المنصل في 1926، يعني 6 سنوات صارت كانت هناك مشكلة بين الدولة التركية والبريطانيون وطبعا السلطة المركزية في بغداد والممثلين السياسيين في ذلك الوقت، خاصة الشيخ محمود الحفيد والذي سمي ملك كردستان في ذلك الوقت الذي كان يقود الحركة الكردية في ذلك الوقت. فصارت هنا طبعا الأمم المتحدة أو في ذلك الوقت عصبة الأمم أرسلت وفد إلى كردستان وإلى أو إلى ولاية الموصل التي كانت تسمى ولاية الموصل، ولكن لم تجرى استفتاء بالمفهوم العام الذي نعرفه اليوم، وإنما ذهبوا إلى بعض شيوخ العشائر أو المتنفذين في المنطقة وأخذوا رأيهم في مدينة الموصل وكركوك وسليمانية وأربيل. فطبعا أكثر المتنفذين في مدينة سليمانية رفضوا في ذلك الوقت رفضوا الالتحاق بالعراق، وبعض المتنفذين في كركوك وأربيل فضلوا البقاء أو الالتحاق بالعراق. فمسألة التحاق واضح، وطبعا لكل قسم حكايته. سنتابع الحديث حول المسألة الكردية، وسأترك المجال للدكتور حمدي للتعليق على ما قاله دكتور زارة، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، نتابع نقاشنا حول المسألة الكردية، وأنتقل إلى دكتور حمدي. لديك اعتراضات على خاصة على ما قاله دكتور زارة بخصوص المقاربة بين استفتاء كردستان واستفتاء اسكتلندا، أيضا على بعض المصطلحات التي ذكرها دكتور إبراهيم. تفضل. طبعا دكتور زارة قال أنه ماذا قدمت الدولة المركزية، وأن الدولة البريطانية قدمت الكثير للدولة لشعب اسكتلندا أو يعني لدولة اسكتلندا. في الحقيقة الذي حصله الشعب الكردي أو الإقليم كردستان بعد 2003 لم يحصله أي إقليم أو أي ولاية في العالم.
لدي الإقليم الكردي لديه علم، لديه نشيد وطني، لديه حق بأن يسن دستور، طبعا بسبب اختلافات داخلية لحد الآن الدستور لم يقر، لديه كابينة وزارية، لديه رئيس وزراء، لديه رئيس جمهورية، يسيطر على الحدود، لديه سياسة جمركية مستقلة عن العراق، يسيطر على كان يسيطر على المطارات، لديه علاقات خارجية مستقلة عن العراق، يعني الإقليم لديه ممثليات في الخارج. ولكن دكتور حمدي كل ذلك لا يعني وجود دولة مستقلة. لا بالتأكيد، فلهذا ذهبوا إلى الاستفتاء. طبعا نحن لن الأستاذ يقول ماذا قدمت الدولة المركزية للإقليم. أنا أقول كل هذه الحقوق طبعا حصلوا على حقوقهم، طبعا نتكلم أنا أؤكد على كلمة الحقوق، حصلوا على حقوقهم الثقافية، الجواز السفر العراقي بثلاث لغات، البرلمان العراقي كل قوانينه تكتب بلغتين. اسمحوا لي بس دكتور استاذ، بس لو 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 سمحت، لو سمحت، ما الذي يمنع الاستفتاء فقط؟ لا، هذه قضيه اخرى. انت تمنعه، انا تقول ارد على سؤال الاخ، ماذا قدمت الدوله؟ الاخ قدم فكره على المسؤولين الكرد الموجودين من قائد القوة، من قائد القوة الجوية، من رئيس الجمهورية، من برلمانيين الذين لا ما ليس منحة، لا ما تكلمت، أنا لا أقول منحة أستاذي دكتور، أنا لم أقول مواطن عراقي يصير رئيس. إذا حتى الحديث عن رئيس جمهورية دكتور، كان في مطالبات من قبل برلمانيين عراقيين بإقالة فؤاد معصوم، يعني لا طبعا رئيس الجمهورية والبرلمانيين أقسموا بالقيام أو بحفاظ حفظ وحدة العراق، وهذا واضح يعني حينما يصوتون. طبعا أنا لست مع هذا الإجراء، هذه قضية أخرى، أنا أريد أؤكد وهذه قضية مهمة والمشاهد العربي لا يعرف هذا، رغم كل اللي حصل للشعب الكردي وأنا ذكرته أول شخص في هذا البرنامج، كلام إنه ماذا قدمت الدولة المركزية للإقليم، هذا في مغالطة كبيرة، يعني يحصلوا على حقوق بعد 2003 طبعا، يحصلوا على حقوق لا كبك في كندا حصلها، لا اسكتلندا، يعني عندك كل القوات الأمنية الاستخبارية والمخابراتية والشرطة، شرطة المرور، كلها ليست تحت سيطرة بغداد، كلها تحت سيطرة الكرد. وماذا عن قطع الميزانية ورواتب الموظفين؟ قطع الميزانية أيضا لديها الإقليم، لديها سياسة اقتصادية مستقلة وهذا خلاف الدستور. طبعا الأخوة الأخوان ممكن يقولون الجميع يعني لم يطبق الدستور، وهذا كلام صحيح، ولكن هم بدأوا بتهريب، أولا بجلب شركات نفطية منذ 2003 بشكل مستقل بدون إذن بغداد، وبدون حتى يعني مش فقط بغداد لا يعلم ماذا يحصل، لا أحد يعلم يعني. والأنبوب النفطي يصدر النفط، يعني سياسة مستقلة يصدر النفط بشكل مستقل. طبعا بغداد تقول، وهذا في القانون الموازنة، وحتى كثير من النواب الكرد من حركة غوران والحزب والاتحاد الوطني الكردستاني يقبلون بهذا، تأتون بواردات النفط الذي يخرج من نفط كركوك ونفط مناطق أخرى، تأتون بهذه إلى الميزانية المركزية وتحصلون حقوقكم. وهذا يعني القطع حصل في 2014، قبل 2014 كان يهرب النفط عن طريق حدود إيران وأيضا عن طريق حدود تركيا، وهذه واضحة وكثير من الناس يتكلمون عنها. السؤال الآن، رغم كل هذه الحقوق ورغم أن الوضع في المنطقة متأزم وعلى نار، ونعلم أنه لم نخرج من أزمة داعش لحد الآن، لماذا هذه القضية؟ فالأستاذ يقول أنه المبدأ هو لا يتكلم عن المسائل الإجرائية، المسائل لا يمكن تتكلم عن المبدأ. أنا أتكلم عن الأحواز، هل تؤيد أن يقام استفتاء الآن بالأحواز العربية من أجل أن تعود عربية، أم أن الوقت غير مناسب؟ طبعا أيضاً الوقت غير مناسب، يعني لماذا المناسب هذا العرب يعودون إلى ديارهم؟ معناته أنت ضد استقلال الأحواز؟ لا أنا مش طبعا أنا طبعا كعربي أتمنى ذلك أن يتم اليوم. أنا
تكلمت حول الاستفتاء كآلية، والآن أتكلم عن الوضع. نعم. نحن في الشرق الأوسط، لسنا نحن في كندا. قضية إسرائيل مثلا، يقحمون قضية إسرائيل ونضال الشعب الكردي لمئة سنة، يعني يضربوه على عرض الحائط أنه إسرائيل دخلت، وفعلا الآن في إيران الحرب الثوري دخلت، أنه في استغلال إسرائيل لهذه المسألة من أجل تبرير وجود دولة يهودية في المنطقة. يحق لها إسرائيل، يحق لها بأن تفكر كما تشاء، ولكن الآن حتى نشوف الوضع المتأزم في المنطقة، فعلا الحرس الثوري الإيراني يؤمن بأن إسرائيل تريد أن تستخدم إقليم كردستان لكي تصل إلى حدود إيران. نعم. يعني هذا الوضع المتأزم، لماذا تدخلنا في هذه دكتور تفضلي مدخلتك لو سمحت. هو كان سؤال قبل للأستاذ زارة، دكتور زارة، فهو كان سؤالي الجزء المؤيد يعني بالنسبة للتوقيت وبالنسبة إلى ما مدى شرعية الاستفتاء. نعم. يعني من وجهة نظر الدستور العراقي اللي هو المفروض متفق عليه يعني. فضل. بداية لابد من توضيح نقطة مهمة إذا سمحتي، يعني موضوع مصطلح الانفصال مصطلح خاطئ، يعني الكرد لا مش مصطلح خاطئ، استقلال، لأن الكرد يعيشون على أرضه. إذا كان مؤيد أم غير مؤيد يستخدم هذا المصطلح. نعم. أما موضوع التوقيت، بتصور إذا انتصر الكرد قرنا كاملا بعد من تاريخ اليوم سيظل نفس الأسطوانة مكررة بأنه ليس التوقيت المناسب. هذه نعم. النقطة الأخرى، المواضيع الداخلية في كردستان العراق باعتقادي هذا يمثل احد اشكال الديمقراطيات في كردستان العراق، يعني الذين معارضه للبرلمان، هذا من مظاهر الديمقراطيه. دكتور حمدي اشار الى انه الاقليم لديه سياسه اقتصاديه مستقله، كل سياسات مستقله مش هذه السياسه غير. طب خلينا نركز على الشق الاقتصادي مثلا، لانه انا نحكي شوي عن مقومات دوله المؤسسات. مشاريع اقتصاديه فاشله، عجز في انشاء بنيه تحتيه، سياسة نفطية خاطئة، ألا يدل ذلك على أنه المنطقة الكردية ليست جاهزة للاستقلال؟ بتصوري هذا على العكس، يعني كما نعرف حسب الدستور العراقي يعني 17% من الميزانية تذهب إلى إقليم كردستان، ولكن الكرد عمليا كانوا يحصلون فقط على 11%. اذهب إلى هولير اليوم، إلى أربيل اليوم، وقارنها قبل 15 سنة، سترين فارقا يعني 360 درجة فرق هناك، يعني هناك يعني بناء اقتصادي، مشاريع استثمارات قادر على تحقيق. نعم، مشاريع اقتصادية مستقلة. قارني اقليم كردستان مع الجنوب او مع الوسط، سترين الفرق. بهذه الميزانية القليلة استطاع الكرد بناء ما يسمى بشبه بالامارات العربية المتحدة، يعني لو ترك الكرد ان يستثمروا من ممتلكاته. طيب بالنسبة للكهرباء، وكل شيء يعني بهذه الإمكانيات القليلة. طب لا ممنوعك، عم نحكي عن تفاصيل. نعم. البنية التحتية هل هي موجودة؟ نعم نعم. لما بتم قطع الكهرباء مثلا، هي أبسط الأمور، مقومات الحياة اليومية. كردستان حاليا الكهرباء يعني 7 إلى 10 ساعات. نعم، لانه هناك حصار، يعني الكرد كردستان 24 ساعه موجوده فيها كهرباء، هناك حصار، يعني لا يمكن القول بين مدن كردستان ومدن الوسط والجنوب. لان فتره الاستقرار، دعني أكمل. اسمح لي اكمل، لان فتره الاستقرار اللي عاشها كردستان هي فتره اطول. اذا تسمحي لي اكمل النقاط اللي اذا طيب انا طبعا حاعطيك في مجال، تفضل. موضوع يعني قلت انه الاقليم محاصر. لا طبعا الاقليم يعني تركيا، هذا الحصار، طب ضمن هذا الحصار هذه الدول لن تقبل باقامه دوله. اولا حدودكم محاصره جوا وبرا. اولا هناك مغالطه في هذه النقطه، يعني اولا كيف نتكلم عن تقديس للسياده الوطنيه والعبادي ينادي الاجنبي التركي والايراني بان يحتل جزء من العراق، يعني عمليا ما زالت كردستان ضمن الاقليم. ما عندي مشكله بالدعم الاسرائيلي، لا 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 لا، هناك نقطه، يعني هذه مغالطه حقيقيه. يعني لا اليوم تركيا ايران تستخدم حكومه بغداد المركزيه لتهديد الكرد، يعني من خلال تحرشات الحشد الشعبي. يعني كيف يمكن قبول ذلك؟ هي نفسها ينطبق على مفهوم لعنة سايكس بيكو من قبل العرب بتقسيم 23 دولة، وتقديس هذه الاتفاقية عندما يتعلق الأمر بالكرد. هذا ينبئنا بأن هناك خلل في البنية الفكرية. نعم. في مفهوم حوله لم يتحرر
هذا العقل من مفهوم الكبت أو القهر الكرد أعلنوها وحرروا أنفسهم، كانوا أحرار منذ البداية وأعلنوا بكل جرأة ما في داخلهم، لم يكن هناك مكبوت، نحن نريد دولة واستقلوا وأعلنوها. فيما الآخر الذي يرفض يتوهم ويبرر هذا بمحاربة هذا الطرف الذي إذن هناك خلل في مفهوم الحرية لدى هذا الشخص، يعني نعم. خلل سيكولوجي أنا بتصوري. لهذا نرى هذا الهيجان والحشد الإعلامي ضد مفهوم كردستان. أنا قلق من أن يزج أمراء الحرب إخوان الكرد في مغامرات صعبة. إذا كنا متفائلين وضمننا موقف الحكومة المركزية، ما الذي يضمن أن تركيا لن تتدخل عسكريا، خصوصا أن هناك اتفاقية أنقرة عام 1926 أقرت وثبتت الحدود بين العراق وتركيا. ما الذي أنت قلت أن السيد العبادي هو الذي يثير تركيا تجاه كردستان، لكن بعيدا عن السيد العبادي أو أي قائد ممكن يجي مستقبلا، تركيا لديها اتفاقية، وهذه اتفاقية استراتيجية لا يمكن أن تراهن عليها. ما الذي سيضمن أن كردستان لن يكون في مأزق؟ هذا إذا تحدثنا عن الموضوع العسكري. نذهب إلى الموضوع الاقتصادي، وأنت تعرف لدينا تجربة مؤخرا، أنت شاهدت ماذا حدث للموظفين في كردستان. لا نريد أن يحدث ما حدث في تيمور الشرقية عندما أصروا على الانفصال عن إندونيسيا وانفصلوا في 99 وحدث ما حدث، ومؤشرات التنمية البشرية تذكر أنها ثاني أدنى دولة في آسيا. هل هذا ما نريد أن نذهب إليه، أو يجب أن نعيد التفكير في موضوع الانفصال؟ أنا مجرد قلق على إخواني وعليكم، لأننا نؤمن بمبدأ الشراكة، وأننا عشنا مظلومية واحدة سواء من هذه الحكومة، وأنا أقر أننا عشنا أيضا مظلومية معكم من هذه الحكومة ومن الحكومات السابقة. نعم. هذا هو أيضا من الشراكة، ولكن وفق احترام رأي الآخر وإرادة الشعوب. يعني إبراهيم، دعني فقط أثير موضوع أن الإكراد لديهم الحق كقومية. البنجاب في الهند 40 مليون وهم موزعين بين الهند والباكستان بدون أي دولة محددة لهم، فما الضير يعني يقول وضع الأكراد في ظل دولة إذا ما أنشئت لن يكون الوضع السليم؟ لا نحن هو يفكر هذا رأيه إبراهيم. الموضوع ليس فقط موضوع القضية الكردية في الشرق الأوسط. الشرق الأوسط هو نتاج لتراكمات من قديمة تاريخية. هاي التراكمات أنتجت فقط دكتاتوريات وعقلية إقصائية بمنطقة الشرق الأوسط عند جميع القوميات وجميع الأسنان. أنا بتصور بالنسبة لتبعات إبراهيم هذا الاستفتاء، البعض يقول بأنه سوف يؤجج حروبا على أسس عرقية هذه المرة، ليس على أسس مذهبية كما نرى اليوم. الحروب بالأساس وهذا موجودة. الأخطر. الحروب بالأساس موجودة. يعني الحروب بالأساس موجودة. نعم. إذا كان الحق الكردي سوف يزيد الطين بلة، فليكن لأنه بالأساس موجود. أنا رح أعطيك مثال بسيط. عندما يخرج قائد بمصدر قرار من القيادة العراقية ويصرح أمام وسائل الإعلام أن قيام الدولة الكردية سوف يضرب محور التشيع في المنطقة، هذا هو الخطر الحقيقي، وليس قيام الدولة الكردية وليس مناداة الكردي بحقه. الصراع الطائفي، القتل الطائفي، الصراع الموجود بالشرق الأوسط، هذا هو الموجود بالأساس. 450,000 نساء وأطفال انقتلوا بسوريا، والشعب الكردي بكل هذه الحقوق اللي كان عنده ومتعايش مع باقي الشعوب في العراق ما كان متعايش. الشعب الكردي يعني مزجه في الحروب وفي هناك حروب مزيد. يا دكتور الشعب الكردي 250 ألف انقتلوا بالأنفال، 8,000 من النساء والأطفال بنص ساعة بالسلاح الكيماوي. كان الوسط والجنوب بمعزل عن هذه المنظومية التي حدثت، ولكن نحاول نعيد هذه التجربة. نعم. وجرنا وعانينا وقتلنا، ليش كانوا شركاء بالقتل؟ كانوا شركاء بالقتل، ولكن المنظومية التي جرت على العراقيين. نعم ولكن عندما وصلوا إلى السلطة
العقلية الإقصائية اللي كانت موجودة والتي تربوا عليها جعلتهم ينسون كل تكلمت عن الحقوق اللي حصل عليها الشعب الكردي. هذه الشعارات فقط، وهذا طبعا الموضوع ليس موضوع مكاسب اقتصادية أو مكاسب سياسية بقدر ما هو موضوع مكاسب سياسية واقتصادية. سؤالي لك، عم تحكي عن عقلية الإقصاء، كمان مكون عراقي آخر المكون السني تعرض للإقصاء، لماذا لا يفكر بالانفصال؟ مين قال لك أنه المكون السني ما عم بيفكر بالانفصال؟ المكون السني أكثر 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 لا يفكر بالانفصال، لا 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 لا، أكثر من مليون مهاجر سني موجود بكردستان العراق صوتوا لصالح الاستقلال، هي أولا. ثانيا، العشائر العربية بالأنبار وبكل هاي المحافظات هلا عم يجتمعوا وعم بيعلنوا على وسائل الإعلام إنه هن بدون استفتاء شبيه باستفتاء استقلال كردستان. هذه المعلومة خاطئة. لا 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 لا، تماما خاطئة. ملاحظات من دكتور إبراهيم على الحوار، تفضل. طبعا هذا موضوع شائك كما يعرف الجميع، يعني موضوع تتداخل فيه الحقوق وتتداخل فيه السياسة، وأيضا موضوع الشرق الأوسط خاصة جغرافيا كردستان العراق، طبعا جغرافيا مغلقة من إيران وتركيا ومن هذا الجانب العراق وسوريا، فإذا هناك اعتراف بالحقوق الكرد كمكون مستقل عن هذه المكونات الموجودة، فالمفروض لدرء نشوب حروب أخرى ومجازر أخرى ومشاكل أخرى أن يجلس الجميع إلى طاولة، على الأقل طاولة مستديرة، ويتحدثون عن المفروض يجب أن يكون الاعتراف بالحقوق، وأيضا الاحترام إذا كان هناك الاعتراف بالاستقلال هذا شأن آخر، وإذا يتفقون السياسيون على مثلا نظام فيدرالي أو كونفدرالي أيضا حساب آخر. لنسمع إلى الاستفتاء حدود هذه الدولة. دكتور أزارة، أحد المحللين يقول هو ليس استفتاء بل هو مشروع دولة جديدة كردية بدايتها العراق ولن تكون نهايتها سوريا قطعا. بكل تأكيد. ما هي حدود هذه الدولة؟ اولا يعني الكرد في اقليم كردستان اعلنوا صراحه ان الاستفتاء يشمل اقليمهم، يعني هناك لكل جزء من كردستان خصوصيته. ولكن اين تبدا واين تنتهي؟ ممكن تجاوبني؟ بكل تاكيد هذا سيشجع الكرد يعني ويزيد من هذا الشعور القومي، وهذا حق مشروع لهذا لكي يعبر بالتاكيد يعني بالتأكيد العراق وأيد سوريا أن تقام دول مستقله في سوريا في تركيا وفي ايران، يعني على الاقل فدراليات يعني يضمن حقوق الكرد. ملاحظه. طيب، عراق، سوريا، تركيا، لدينا تجربة في إيران، جمهورية نسيت مهابد، حظيت بدعم الاتحاد السوفيتي وفشلت. شنو اللي يضمن أنه ما راح يكون شنو راح يميز؟ مدينة صغيرة بس هي تجربة، هي تجربة. لكن عم بتحدث أنه يعني لن تكون النهاية حتى سوريا حسب ما بعض يقول. يعني هنا عم نسأل نحن عن رؤيتنا لحدود هذه الدولة، ما مساحة هذه الدولة؟ مساحة هذه الدولة حاليا هي شمال العراق، المحافظات الأربعة، كركوك، أربيل، دهوك، سليمانية، ومحافظة حلبجة جديدا، ويمكن منطقة سوران ومنطقة زاخو، وبعدين هذول المناطق. هاي هي المناطق المفروض تكون حدود هاي الدولة. موضوع كركوك هو برأيي أنا أنه ما حسم، لأنه بالدستور العراقي قبل كلمة الاستفتاء بالمادة 140 فقرة تطبيق ومن ثم إحصائية للسكان وبعدها الاستفتاء، لأنه إحنا نعرف صار كثير من محاولات التغيير الديموغرافي بكركوك في مدة أقصاها 2007. في مدة إحنا لو تنظر إلى الدستور العراقي فيما يخص هيئة الاتصالات في مدة أقصاها 2005 المفروض تحل. إحنا هذا شيء يعني كلنا نعرف هذا الواقع، مو كل ما هو مكتوب بالدستور هو مطبق وفعل فعلا. بالنسبة لكركوك أنا برأيي الاستفتاء لا يحل القضية، كركوك منطقة لا زال متنازع عليها، كركوك بها الكثير من القوميات، الاستفتاء واحدة ما يحل القضية لأنه صار كثير من التغيير الديموغرافي سواء بالعهود السابقة وبالعهود الحالية، فمفروض في خطوة تطبيع ومن ثم
خطوة أنه نحسب السكان الموجودين في قبل 1957 المفروض على القليل أو ذرياتهم وبعدين يلا نسوي الاستفتاء، فهذا ما حسب موضوع كركوك. نعم. لأنه كان في تقصير من الحكومة المركزية بتطبيق المادة 140. تناولنا موضوع تقصير الحكومة. نعم. بما أنه في تقصير من الحكومة المركزية. عشر سنين بعد 2007، نحن هلأ بال 2017. هاي 10 سنين. شو بدكم العالم بكركوك ينتظروا كمان 10 سنين وعشر سنين لحتى كركوك تحت السيطرة الكردية حالياً، وحضرتك تعلم. بعد يعني هذا لم أنا سؤالي الأساسي وأكرر هذا السؤال، ليش الآن تدخلون؟ ما حنجاوب عليه. ليش الآن تدخلون؟ أصلاً محافظ كركوك والقوات الأمنية في كركوك والنفط ونفط كركوك كله بيد الجانب الكردي. طبعاً سؤال للجواب على هذا السؤال. نعم. الجانب الكردي السياسيين الكرد يعتقدون هناك مواد في الدستور علقت منها مادة كما ذكرت مادة 140، وطبعا برأيهم مسألة قطع الرواتب جاءت بجرة قلم كما ذكروا، وفعلا الشعب يعني الموظفين تضرروا كثيرا، وطبعا السلطات هذه المسائل سواء كان وحتى الآن مثلا في مسألة منع الطيران السلطات ما تتضرر، السياسيين ما يتضررون، اللي يتضرر هو الشعب. نعم. فلذلك أرجو أن من الجانبين أن يفكروا بشكل عقلاني وأن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات لحل القضايا، وممكن يعني مسألة الاستفتاء ممكن أن تكون هناك استفتاء آخر لو صارت هناك. نعم. اتفاق. شكرا جزيلا يعني لك. ليست نهاية العالم. شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم صادق ملازادة، دكتور في علم الاجتماع بجامعة صوران. كما أشكر دكتور حمدي ملك الباحث في الشأن العراقي في جامعة كيل. الشكر أيضا لعلي الحسني طالب دراسات عليا في جامعة أوكسفورد بروكس، ودكتور نورس ماهر طبيبة وناشطة في المجتمع المدني. شكرا أيضا لدكتور زارة صالح كاتب ومحلل سياسي كردي، علي الحاج الإعلامي السوري، وإبراهيم عثمان طالب دراسات عليا في جامعة لندن. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من جدل. بإمكانكم المشاركة في البرنامج عبر إرسال السيرة الذاتية على عنوان البريد الإلكتروني وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر الظاهرة أمامكم على الشاشة. إلى اللقاء.